هنتعرف عليه وعلى خالد. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. خالد مصطفى سعيد. عايزين نعرف بقى يعني اتخرجت من ايه وايه اللي خلاك تتخرج على انا خريج اسنان في اداب جامعه عين شمس دفعه سنه 2000 قسم فلسفه. يخلينا شغال انها شغل الجدود. جدي واخواني عندنا محل باب الشعريه من سنه 44. ضعونا في ثانيه جامعه. ربنا كرمني واشتغلت معاهم، طلعت بعربيه خشب. وقفت بيها في هنا في شارع الفجاله. بديت شغال فيها، كنت اقوم الصبح بدري اجهز حاجتي وبعد كده اجيب العربيه انا واخويا اسيبه واروح انا عند الجامعه بتاعتي احضر محاضرات وارجع تاني اقف معاه لحد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ونخلص. بجد كده لحد ما خلصت الجامعه الحمد لله واتفرغت للشغل بقى. بقت هي دي الشغله الاساسيه. يعني انت بقالك كام سنه في المهنه دي بقى؟ انا من 98 بالظبط انا في المهنه دي. من اول ما كنا بنتعب بعربيه خشب كنا بنزقها من باب الشعيره لحد ما نيجي هنا رمسيس. لحد ما ربنا كرمنا عملنا موتوسيكل الاول ستالس. وبعد ما عملنا الموتوسيكل ستالس ربنا كرمنا وفي سنه 2020 نزل قرار تنظيم عربيات المأكولات. هو بتاع السيد الرئيس. فالحمد لله قدمت وزاره الاستثمار بالشهاده بتاعتي وربنا كرمني وخدت ترخيص بالمكان ده. فعملنا العربيه والحمد لله ربنا كرمنا. ايه اللي قابلتك معاك في الدراسه الاداب؟ يعني انت فكرت ان انت معاك شهاده جامعيه وبتاع على مسلك دراسي وراجل قاعد جامعي؟ ما هو انا عشان اداب واداب فلسفه فانا عارف ان الانسان مش بشغله ايه، الانسان بقيمته وهيفيد بايه. بس هو ده المهم ان انا اعمل حاجه تنفع وحاجه انا ما استعرضش بيها. من عينيا يا باشا. اشتغل بقى يعني الساعه كام لكام؟ واحكي لنا ازاي بتعمل لحم الراس؟ والله احنا بنبتدي شغلنا من الساعه 6 الصبح. بنيجي نولع النار، نطلع البضاعه نغسلها وبعد كده نعمل الممبار والسلطه ونيجي هنا نفرش ونبتدي نقف ان شاء الله من الساعه 11. نبتدي نشتغل لحد ما ربنا بيكرم. ساعات بنشطب الساعه 6، ساعات بنشطب الساعه 7، ساعات نشطب الساعة 11 على حسب ما ربنا بيكرم. تفكير ازاي بقى من اول ما بتجيب البضاعة لغاية تقسيمتها بقى ولحمة الراس بتتقسم من ايه ودي ودي؟ احنا عندنا البضاعة من اول ما احنا الحمد لله انا عندي بضاعة باخدها اول ايد. فانا بتجي لي البضاعة بشعرها بحاجتها كلها. كرشة وفشة ودورية ضاني ومتحار ضاني. فانا بجي لي البضاعة بشعرها بكرشتها بكله. بدخلها عندي في المطبخ عندي ناس بتاخد الكرشة والفشة والحاجة بتكسرها مرة واثنين وثلاثة واربعة. وعندي في ناس تانية بتاخد الروت بتنضفها واظبطها وبعد كده بقى ابتدي اسوي فيها. وبعد ما اسوي بجيبها على هنا. فدي احنا بنشتغل معانا بضاعه ضاني برقي. في ناس بتحب البلدي بس انا بحب البرقي عشان البلدي ملوش ريحه. يعني ايه ضاني برقي؟ ايه الفرق بينها وبين العاديه؟ البلدي حلو بس البلدي بيبقى ليها ريحه الضاني شويه. ففي انا عشان عندي كان صحابي بيقول لي الجامعه كانوا ما بيحبوش ريحه الضاني. فبعد كده لحد ما ربنا كرمني واشتغلت في البرقي ده وهو اغلى من البلدي. الراس نفسها يعني اشرح لنا كده مع المتابعه ليه مش سابع. هي الراس الضاني بتتكون من 9 طرابات. 9 طرابات دول عباره عن جبهه بتتقسم طرابين والجبهه الثانيه بتتقسم طرابين يبقى كده 4. وعندك جوهرتين ادي كده 6 وفي نصين لسان ادي كده 8 وفي مخ يبقى كده 9. كده 9 طرابات. بس طبعا برضه احمد راس ليها اسامي ثانيه يعني. ايه بقى؟ يعني احنا عندنا شغلتنا نقول على لسان افوكاتو. ما نقولش لسان. نص افوكاتو افوكاتو. عندنا حاجه اسمها نور الهدى. نور الهدى دي هي الجوهره. عندنا فكري اللي هو المخ. عندي الفرخه. الفرخه دي هي الاباوه اللي احنا بنحشيها. فبرضه هنا سينا عايز يا باشا؟ شكل والله الحمد لله احنا كل حاجه بتتر مننا لان ناكل اذواق. اللي حضرتك عايز بتحبه كده انا بحبه. بس يعني اكتر حاجه اعتبر اكتر عليها طلب اللسان في لحمه الراس والكبده والكلاوي في المحمر. وعندي الطحال الضاني محدش بيبيعه غيري اللي هو ده. محدش عنده طحال ضاني زي ده. فين هو؟ ممكن اهو ده طحال ضاني محدش بيبيعه غيرنا احنا الحمد لله.
هتحداك بقى لو رحت عند حد طلع لك طحرداني. نشوف الطلب ده بقى عباره عن ايه، ممكن تشرح لنا مكونات الطلب؟ ده الطلب ده عباره عن ممبار وبيتحط عليه كفته، وعباره عن كبده وكلاوي وحلويات وفشه ومشكل. ده الطلب ده ب 25 جنيه مع عيش وسلطه وشوربه. على تخفيف معاك كتير. عيش وسلطه واحد شوربه للاستاذ هنا. ما فكرتش في يوم بقى ان انت تصنع اعجاب يعني تقول لا انا لازم لا والله ما الحمد لله انا مقتنع بشغلتي، مقتنع بمهنتي وطورتها وطورتها والحمد لله ليا اسمي وربنا كرمني. انا مدخل ولادي كلهم مدارس لغات عشان يتعلموا وانا بشتغل بقى. لو حد من ولادك حد يشتغل معاك هتقول له عادي ولا يكمل؟ لا يكمل معايا يشتغل كده وكده، ربنا كرمه ووفقه وخد الشهاده بتاعته. لا شغل لا ملقاش ما يستناش. ما ينفعش نبقى عبء على الدوله تاني. ادام الدوله بتيسر لنا الحال وبتدينا ترخيص نشتغل مش ما نشتغلش. بتقول للشباب اللي هي اتخرجت من الجامعه وقاعده مستنيه وظيفه ثلاثة خفيفه سايد عايز ايه؟ بيقولوا لا نشتغل في اي مشروع. والله انا النصيحه الاولى لكل الشباب في النادي بنشتغل ما نستناش ان الحكومه تشغلنا. الحكومه دلوقتي بتدي رخص، اطلع قدم. انا واحد من الناس قدمت في وزاره الاستثمار وخدت رخصه بتاعت العربيه والحمد لله بيدونا المكان وبنشتغل. انما الوعاد عشان خاطر الشغل مش مناسبني ده حاجه غلط طبعا. العيب ان انا مد ايدي اقول الناس هات. ايه يا حبيبي؟ بترول؟ من عينيا. حاضر هتيجي ايه؟ اتفضل يا بس دقيقه واحده. طلب ب 30. ادي لحمه راس دي لبانه، مش شغال في لبانه، دي لبانه، لبانه ما فيهاش ولا سنه قصر. المواطن العادي يقدر يفرق بين يشوف السنان بتاعتها، طول ما السنان بتاعتها صغيره كده وجنب بعض مفيش حاجه مكسوره يبقى دي لبانه. صدقه لبانه برقي. اهو. نصيحه للناس يكون السنان بتاعها ده السنان بتاعتها كلها مقفوله زي ما انت شايفها، والسنان بتاعتها كلها صغيره. ده دليل على جوده طبعا، ده لسه سنه صغير. تلاقي اللحمه بتاعته على طول بتستوي طعمها معسل. بقى اثناء احنا اول حاجه بنطلعها الجبهه اللي هي الخد. دي الجبهه اللي هو الخد او المخده بتاع الخروف. اطلعه الاول كده. سموها الجبهه. الجبهه اسمها خد الجميل. وطبعا لازم نطلع الخد الثاني عشان ما يزعلش اهو. شوفوا مع حضرتك كده. ده الخد الثاني. اروح جاي انا احط لك ان الراس سنه كده واروح ماسك الخد ده. في حاجات لازم تتنضف فيه ما تنزلش كده للزبون. تبدا يومك ازاي بقى؟ من امتى؟ ويعني في تفصيل عن يومك؟ والله انا يومي انا بصحى الصبح انزل المذبح. دي الجبهه بعد ما تظبطي كده على الاكل على طول ان شاء الله. انزل انا المذبح اجيب البضاعه، بيكون اخويا موجود في المحل عندي في المطبخ. يبتدي هو يعمل السلطه ويجهز النار عشان البضاعه تيجي تترمي فيها. لحمه الراس بتاخد من ساعه ونص لساعتين بس تكون على ميه مغليه. نيجي نطلعها ان شاء الله على الساعه 10 اكون انا عملت السلطه بتاعتي، عملت الممبار بتاعي سويته، واروح واخدهم جاي على العربيه هنا. نبتدي نفرش ونتكل على الله نبتدي نشتغل. يجي لنا بقى زبون ان شاء الله، زبون يعني كيف لحمه الراس قوي. يجي يفطر عندنا الساعه 11 ده لسان. ممكن نشوف مع حضرتك كده؟ طبعا لسه هيتنضف ويتظبط. ده لسان الضاني. ده لسان؟ اه ينضفه برضه بالمره. كم رغيف يا شيخ بيبدا؟ رغيف يبدا من 10 جنيه مع رغيف فلوس وشويه سلطه. عليه واحد شوربه ب 15. يشيل لحمه راس مش عارف حد 20 30. حاضر. مسؤوله محمد وامرني. طلب 25 لحمه راس. كل حاجه بقى في الراس نفسها يا استاذ خالد بيتم ايه؟ يعني لازم بعد ما بتطلع لازم تبقى لازم تستوي كده سليمه. في ناس كانت بتقول تستوي متكسره، لو استوت متكسره بتكش وتطلع اللحمه يظهر في العظم. انما احنا لازم تستوي سليمه كده وهي دي صنعتها. عشان كده قليل اللي بيجيبوها في البيت. اللي في البيت بيحب يجيب العجالة عشان خاطر تبقى سالكه معاه، ياخد حته ويسويها خالص. كده تم بقى ايه تسويه الراس نفسها؟ ده لسان الضاني بيبقى نصين كده معاه ترابيه.
ده كده طرابيه او احنا بنقول عليه ربع ضاني، ده ربع راس. نيجي بعد كده ناخد الجوهره اهو. اه عايز كده ماما نص هو مشكل هشطر كده من جنب. هنا 25. هل في مثلا حاجه في الراس بتبقى اغلى من حاجه ولا كلهم سعر واحد؟ لا الراس الضاني كله سعر واحد. مفيش مثلا الجوهره اغلى من السعر؟ لا 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 احنا الطلب بنطلعه كله سعر واحد. طلب معاه كرشه وفشه ومنبار ومعاه عيش وسلطه وشوربه ب 25، ده الطلب الضاني. فاضيين مع بعض مثلا جوهره ونص اسلام مع بعض بدل 50 بنبيعهم ب 40، لان زبون واحد بس بياكل فبيستهلك عيش واحد بس، يستهلك سلطه واحده بس، شوربه واحده بس، فاحنا بنخزن بقيه الحاجه الثانيه فبنبيعها ب 40. عندي النص راس ب 90. طب حضرتك ما اشتغلتش خالص بالشهاده صح؟ لا ما اشتغلتش بالشهاده. مش ندمان ان انت ما كملتش مثلا؟ لا 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 الحمد لله، الحمد لله ربنا زي ما لا 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 الحمد لله ربنا كرمني وانا راجل متعذب بعرف اقرا واكتب. حضرتك برضه في الجامعه؟ اخويا معايا دبلوم. انما انا دكت من الجامعه برضه. في سانس اداء. ازاي انت خريج جامعه وهتقف تلاقي لحمه راس؟ والله كتير اتقال. بس ايه بقى وانت كان يعني وقتها يعني ازاي تقف في الشارع؟ يعني كان الاول كان في مضايقات كتير في الشارع من بلديه من حي كده، بس الحمد لله يعني الحمد لله عدينا المواضيع دي كلها. يعني فانا كنت اقول له اهم حاجه معلش يعني انا انت راجل مستني وانا شغال، لما اخش محل انا بعزمهم وما بيعدمنيش عشان معايا الفلوس. انا راجل شغال، انا اتجوزت بعد ما اتخرجت بسنه، هو قعد 5 6 سنين عشان يكون نفسه. بالمهنه؟ طبعا بالمهنه، لازم الشغل. لو معكش فلوس يا فندم ما تعرفش تعيش. يا فندم نصيحه بقى للشباب اللي بيشوفوك دلوقتي في الجامعه. انا اشتغل الشباب اهو خريج جامعه، اشتغل كل حاجه، اي حاجه مش عيب اشتغلها لحد ما ربنا يقدر يجي لي حاجه احسن، ما اقعدش استنى. ولما تجي لي حاجه احسن بشهادتي انا اقرر بقى انهي الاحسن. هتروح تشرف الباشا هنا؟ ده اللي موجود، انما اريد ان انا اقعد محمد مسروق. وبعدين طلع نص راس الراجل. ماشي ماشي خالص. حاطط ب 20 مسروق. حاضر. مسروق؟ اه. 23 مسروق. اهم حاجه بقى في المهنه اللي انت خدت بالك 20 سنه فيها. بالظبط. اهم حاجه فيها ايه يعني؟ والله بص اهم حاجه في مهنتي وفي اي مهنه فيها اكل وشرب النظافه. لان الزبون بيجي مره واحده وكال عندك، لو ما عجبوش الاكل او حاسس ان انت مش نجيب مش هيجي لك تاني. عشان كده تلاقي الاكل ما فيهاش وسط. كشغال يا مش شغال. عايز تشمع والضمير. ما غشش الناس، اهم حاجه ما غشش الناس. ولازم الواحد يتعب عشان يجيب حاجته. البضاعه كتير. ومش عيب ان انا اتعلم. حتى لو انا بقيت ايه. لان في ناس ما تعرفش الراس من النتايه، الدقه من النتايه. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ الفرق الشاسع اللي ما بينهم ان تلاقي الدكر فيه قرون، ان تلاقي ما فيهاش قرون. الحاجه الثانيه تلاقي راس النتايه بوزها طويل سنه كده. غير الدكر. لا في التسويه لو النتايه لبانه ما تاخدش وقت. وبتاع الكباب بيقول على النتايه لحمه سكر. شوف بقى الطلب كده ده مكون من ايه؟ ده رسام. حطه اه. ده رسام وكفته وكبده ومنبار ودي حلويات ضاني. الطلب ده كده ب 40 جنيه مع عيش وسلطه وشوربه. خد ابويا 5